انطلاقه بطوله السوبر سوبري مكه التي ستنطلق هنا على ارضيه ملعب السلطان. متابعينا الاعزاء، ما زلنا مستمرين معكم من هنا من بطوله السوبر من ملعب السلطان. هذه البطوله التي تظهر لنا للمره الاولى. يسرني ان يكون معي في هذه اللحظات الاستاذ ماجد التكس صاحب مطاعم مذاق الحجاز واحد الداعمين لرياضه الاحياء، من تواجد ضمن المقصوره الرئيسيه. استاذ ماجد، اليوم بطوله جديده، ولاده بطوله جديده يقدمها لنا الاستاذ عدنان نجار. بكل امانه، كيف تشوف اليوم الاول؟ كيف تشوف هذه البطوله؟ ما شاء الله تبارك الله، بدايه حلوه جدا، وما شاء الله المباراه الاولى كانت حلوه جدا وممتعه، بحيث انه كان الترجي كان متقدم 3-1 ورجع النمو للمباراه وكان بامكانه يفوز، وانتهت بركلات الترجيح وفاز الترجي ويستاهل كاس الافتتاح. والمباراه اللي الان شغاله ما شاء الله حلوه جدا، والدوري ما شاء الله في له رعاه وفي له شخصيات كبيره من موظفين من تجار، والاستاذ عدنان نجار يستاهل كل خير ويستاهل الدعم ويستاهل الناس توقف معاه وقفه. طيب، حاب تقدمها للاستاذ عدنان نجار؟ كلمة شكر قليلة في حقه، لكن ونتمنى له التوفيق وبطولة حلوة وبداية حلوة إن شاء الله، ولا القادم أفضل إن شاء الله. أستاذ ماجد، تتمنى مين يكون البطل؟ والله أتمنى 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 الفهد، أتمنى الفهد والملكي، وأتمنى الفهد يلعب النهائي مع الملكي، مع احترامي لكل الفرق. حبيبي الله يعطيك العافية، شكرا لك حبيبي.